مشروع الأضاحي داخل الغوطة الشرقية هو مشروع لدعم صمود أهلنا بالغوطة الشرقية وإحياء لسنة وشعيرة من شعائر الله وهي الأضحية. هناك الكثير من الأهالي السوريين وغير السوريين خارج سوريا يودون أن يشاركوا أهاليهم المحاصرين منذ أكثر من ثلاث أعوام فرحتهم في هذا العيد، فتكفلنا نحن في مؤسسة عدالة باستقبال التبرعات من الأهالي الموجودين خارج سوريا والاختيار الصحيح للأضحية كي تكون مستوفية للشروط. ومن خلال هذا الأمر نكون قد حققنا هدفين: أولا مساعدة الأهالي المحاصرين، وثانيا أحياء هذه السنة العظيمة. سنقوم بقيام وتنفيذ هذا المشروع من خلال اختيار أضحية، ذبحها وتقطيعها وتوزيعها على الأهالي المحتاجين في الغوطة الشرقية المحاصرة. وكل عام وأنتم بألف خير. نحن هون بمشروع الأبقار في عم نجهز نحن هالأضاحي هاي اللي اشتريناها من قبل شهور يعني مشان ما يصير في أزمة بالسوق تعرف أنت، وعم نقوم بتجهيزها ونعلفها ونسمنها مشان الأضاحي. رح نبلش إن شاء الله تعالى بأول أيام العيد بهالأضاحي هاي ونقوم بتوزيعها على أهالي الغوطة المحتاجين والفقراء. Thank you.